يا بني إسرائيل لماذا لم يقل يا يهود أو يا أتباع موسى؟ فقالوا أراد بهذا النداء سبحانه وتعالى تشريفهم، لأن شخص عندما تناديه بما يفتخر به ويشرب ويعتز بتنيقه لا شك أن ذلك يكون تشريفا له وتكريما. ويعقوب عندنا وعندهم جميعا أنهم من أنبياء الله أيضا ومن بيت البركة، وحفيد خليل الله إبراهيم عليه السلام، ومن عظماء التاريخ، وجاء كثيرا في القرآن مرتبطا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واتبعت كما قال يوسف واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإذا هذا النداء فيه تشريف لهم وتعظيم، لأن الشخص عندما تناديه بأجداده الذين يفتخر بهم ويعتز بهم سيكون ذلك في مبعثا لفخره والاعتزازه. مثلا عندما تقول لشخص يا ابن الأب الصالح يفرح ويسر ويفتح لك قلبه لأنك وصفت أباه بالصالح، والقصد من ذلك ما قصد هذا التشريف تشجيعهم وجلب انتباههم إلى ما يتلى بعد ذلك. فعندما يكون النداء بما يشرف المنادى وما يعتز به سيكون ذلك أروح لنفسه وأبعث على نشاطه، وأن تنبيه إلى ما يتلى فيستمع إلى ندائك بكل همة ويفتح لك قلبه لكي يستمع ما تريد. هذا المقصود من نداء يا بني إسرائيل. وهذا إن كان ينفع بهم، لكن هو هذا أسلوب القرآن الرفيع.